ايه ده؟ مش هو ده؟ ايوه هو ده يا ابن المحظوظة. مع الف سلامة يا كابتن. مع الف سلامة. شكرا. انا بحب جوانك قوي يا كابتن. يا رب تجيب 50 جون يا كابتن. دقايق معدودة ونبدأ سنة جديدة. يا رب سنة جديدة كده. احنا رايحين فين؟ نروح مطرح ما نروح، هتفرق معاك فين؟ المنتخب القومي هيبدأ بكرة. كل اللعيبة المحترفين وصلوا من بره عشان ينضموا لمعسكر المنتخب. يا رب وفق منتخبنا عشان نحقق حلم الوصول لكأس العالم. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي هنوزع 2008 عشان نستقبل سنة جديدة وأغاني جديدة. وكمان ثواني قليلة هنقول الأغنية اللي فاز في المركز الأول. عشينا للنادي ولا ايه؟ حاضر حاضر. ملك نزلت تجيب الطماطم. ولما مفيش طماطم ما اشتريتهاش من الصبح ليه؟ حنني بقى على ما البنت ترجع. اتاخرت ليه؟ مقصوره الرقبه. محمد عايز روحت اجيب من اول الشارع. من اول الشارع هات السجاير.
يلا دخل الحاجات دي بسرعه لامك، خلينا ناكل في الليته المهببه دي. رد الكوره لبيتر سبيرتلي ويصفر الحكم الدولي كورت رود لسبيرجر في انتهاء الشوط الثاني والمباراه. يفوز انجلترا احسن نستاهل، دي فرقه وسخه، مالنا احنا ومال كاس العالم. نشكر الفريق القومي المصري وجهاز. هو احنا كده خربنا يا بابا؟ طبعا، ما انت مفكر ايه؟ ها مفكر ايه؟ هنكسب انجلترا؟ ما تزعلش نفسك، انا هدخل ماسك كاس العالم تاني وبقابلني. شوف الدكتور يحيى كامل وفريق الطب اجتمعوا امبارح، فلما يخلص تقرير هنبقى نعقد مؤتمر صحفي ونشرح فيه الوضع بالظبط. بس في شعب بتقول ان الكابتن مالك مش هيلعب كره تاني. لا ارجوك بلاش مبالغه وبلاش نهول في الامور قبل ما نتاكد من كل حاجه. ازاي لعيب المنتخب يبقى شارب وسهران مع بنات قبل المعسكر بيوم؟ يا اساتذه ما يصحش كده وما ينفعش الكلام في المواضيع دي دلوقتي، المفروض نطمن على صحه الكابتن مالك الاول. انا وشيفك مين الواد ده يا سيد؟ ده انت ما شفتوش وهو بينطق الكره بدماغه لغايه المدرسه. بس مين الواد ده يا سيد؟ اسمه مالك هو بالنعمه، ده ملوش حل. احسبك يا سيد. شكرا. ركز معايا يا ابني انت وهو عشان تنجحوا، لو على الوزاره دي كانت تسقطكوا عشان تدخلكوا صنايع. ما هي مكونات الجهاز الهضمي؟ سؤال يمكن يجي لك في الامتحان. هتقول لي البلعوم، المعده، فتحه الشرج، هتلاقي في الاخر صفر منور في الشهاده. ركزوا معايا، اعضاء الجهاز الهضمي. جبت حاجه جديده؟ يتكون من بص الفم، حيث يتناول الانسان الطعام عن طريقه، وهنا بيوم الفم يا ابن اللعيبه شفت بقى. طب انا عايز مجدون. ها هات نص جنيه، نص جنيه مره واحده ولا. ركزوا معايا، ما انا لسه واخد منك حسام حسن بربع جنيه. ايش جاب حسام لمارادونا؟ الفم حيث يتناول الانسان الطعام عن طريق، امسك وبيقوم الفم حلال عليك مارادونا، بمضغ الطعام عن طريق الاسنان. سنة المطبعة فاتحة بيتهم موكلاه بغاشة، مش قادر يستحملني شهرين، يلا بستين ده يا يغور، ده حتى كان سحب المكان على الفاضي. ركز بشغلك. بقول يا ريس ما تغير التيبو ده، الدنيا دلوقتي كلها بقت شغالة اوفس، وبصراحة هو أحسن وأسرع. خليك في حالك يا خميس، إيش فاهمك أنت في المكة؟ يلا روح شوف شغلك. باشا باشا باش مهندس. افندم هو حضرتك والد الواد ابن اللعيبه ده؟ نعم. لو حضرتك يعني متابع كوره كويس اكيد تبقى عرفني، انا الكابتن شيكو. اهلا وسهلا. كنت عايز ابدي اعجابي بابن حضرتك مالك.
بص جوه العربيه ما تطلعش منها لما اشوف اخرتها مع الجدع ده. يا باش مهندس انا عايز الفت نظرك لمستقبل ابننا مالك. ابننا؟ اه ده بسم الله ما شاء الله عليه جوز رجلين اتلفوا في خير. هي وصلت للدرجه دي؟ انا عايز الفت نظرك لحاجه مهمه قوي، لو شفت وشك مره تانيه انا هشرعك. ليه بس؟ يلا غور يا عم. غور انا عايز مستقبل ابنك. اقول لك حاجه، طيب وانت خلفته ازاي الواد ده يا باشمهندس؟ يا باشا هو الواد ده ايه؟ امه اتوحمت على مارادونا يا باشا. الراجل ده لو شفته في اي حته تصرخ وتلم الناس عليه. ليه؟ من غير ليه؟ والله انا هوجع دماغي معاك ليه؟ من هنا ورايح مفيش لعب كوره في الشارع تاني. قسما عظما يا مالك لو شفتك بتلعب كوره في الشارع تاني لكلم الناظر اخليه يطلعك بره الفرقه. وبعدين انت شفت الراجل ده قبل كده في اي حته؟ بترد؟ ما شفتوش. كابتن جيجو، كابتن جيجو تعالى قول لهم انا مين. سيبه يدخل يا اخ، سيبه يدخل، سيبه انت مش عارف ده مين. اوعى اوعى ده ولد الكابتن مالك. الله معلش انا معلش يا استاذ، معلش اصل ما اعرفكش. معلش ابني عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله طمن الدكاتره طمنونا عليه، وانا وصيت عليه الدكاتره كلهم هنا معرفتي. ما تخافش انا عايز اشوفه يا كابتن. مش هينفع يا عم احمد عشان هو في العنايه. اشوفه حتى من بعيد. الله يخليك كابتن حبيبي يا عم احمد. معلش معلش يا استاذ احمد، هو بس في العنايه المركزه ومش هينفع حد يشوفه دلوقتي. لو قال لك اديني عشان غدا اقول له نايم. وقت يعني الماتش دلوقتي؟ احنا معلقين فلوس. طب تتاخرش عشان ما ياخدش باله. ما تخافيش الماتش كله شخص. ماشي ماشي. بس بس هفهمك كل حاجه، انا عايز مصلحتك. لو ما بعدتش عنك صرخ وقلم عليك الناس. صرخ ليه يا ولد؟ انا هخليك نجم. افهم بس يا افهم، ده انا هخليك نجم. يا عم انا عايزك تصرخ. الحاله دي بقى قد ايه؟ من يوم 20 فبراير يا دكتور. اسبوع تقريبا. مش ده برضه لعيب كورة اسمه عمر عمرو؟ عمر الصافي يا دكتور. عمر الصافي. مستشفى تقلب نادي ولا ايه؟ عايزك ماسك الكورة في رجلك اكنك ماسك حرامي بالظبط، ما تفلتش منك. حرك بسرعة. ادي لزميلك. كابتن جيكو. يا كابتن. حسبي الله ونعم الوكيل، عايز مني ايه تاني يا عم انت؟
يا كابتن حط نفسك مكاني، ده ابني. الله، فجأة لقيت واحد بيطرد وبيجري وراه في كل حتة، ومش كده وبس، ده أنا كمان لقيته زنقه في إيه ده؟ هم عملوا معاك إيه في الاسم؟ مش قاتل ومغتصب أطفال، هيعملوا إيه يعني؟ قاموا بالواجب. ده لولا عرفوا أنا مين وتأكدوا من شخصيتي كان زماني بلعب في دوري السجون. يعني الحمد لله جت سليمة، وما تزعلان ليه بقى؟ على العجلة اللي اتخرشمت دي يا عم. العجلة؟ هتضحك؟ ماشي يا عم. امسك. إيه ده يا عم ده؟ ايه ده وانت شايفني ماشي بصندوق تبرعات في الملعب؟ ده مش عشانك، ده عشان العجله. لا يا عم متشكرين، ما بنقبلش العوض يا جدع. انت بلاش هالفطر، امسك بقى، بلاش تناكل. ماشي هاخدهم اجيب بيهم سندوتشات سمين للعيال دي بعد التمرين عشان يرموا عظمهم. انا قلت ابنك ده بدل ما يلعب في الشارع يجي يلعب هنا قدام عينينا احسن، وبرضه اعمل لك مصلحه. وهي الكوره مصلحه؟ انت مستهون بالكوره؟ ده اي حد في الدنيا يتمنى ابنه يطلع لعيب كوره. كل جمعة هيلعب ماتش ياخد 3 جنيه في جيبه وعلبة عصير ووجبة، ومين عارف مش يمكن ربنا يكرمه ويبقى نجم عالمي كده زي الكابتن هاني رمزي ويحترف بره. خلاص خلاص هفكر، بس تعرف لو وافقت ولقيت الواد أهمل في دروسه وديني لرجعك الحجز تاني. اتحرك يالا، النهارده في سمين. انت كل يوم هتيجي وش الفجر كده؟ وش نام او ليه؟ مش هنام الا لما اعرف انت كنت فين. اسكتي. وايه ريحه بقك دي؟ انت شارب؟ وتبطلي رغي بقى وخلي الناس تتعدى على خير. تعالى هنا انا بكلمك. انت هتفضل كل يوم والتاني على الحال ده؟ يا اخي ابدا السنه الجديده بنيه كويسه عشان ربنا يبارك لك. يبارك لي ازاي وانت على طول في خلقتي؟ حرام عليك اللي انت بتعمله ده، حرام. يا تتخمدي من سكات يا تغوري من قدامي. تفتكر ممكن حاجة منهم توصل للقمر؟ مش عارف. حد سأل عليا؟ ما حدش جه من ساعة ما اخوك كان هنا ودفع الحساب. كان من 5 أيام. عايز تفهمين إن ما حدش جه من ساعتها؟ حد؟ حد زي مين يعني؟ واحدة. واحدة بنت. والله لو كانت جت كنت قلت لها. هتكتري معايا في الكلام ولا إيه؟ وبعدين ما تيلا، إحنا مش هنخلص في أم الليلة اللي مش عايزة العقد دي. بقالك ربع ساعة بتفعلي في الهبال اللي أنت ماسكاه في إيدك ده. أعمل إيه يا كابتن؟ إيه اللي أعمل إيه دي؟ هتشوفي حد خير؟ يلا بلاش غابة. يا حاج شغل انت دي بقى. انا مش قادره بجد. يا رب بقى البنت اللي مستنيه دي تيجي عشان نرتاح ونخلص. يا بنتي ده لسه قدامه بتاع شهر ولا شهر ونص يمكن اكتر. يا نهار اسود، ده انا كان يجرى لي حاجه في نافوخي. امال يا اختي لو كان جالنا في عزه كان عمل فينا ايه؟ هو لو كان في عزه كان حاول يقتل نفسه يا فرحه؟ هو حاول ينتحر صحيح؟ هو يا بنتي بقول لك انت بتقعد ضغط الناس كده. اهدى ازاي بس يا دكتور؟ الولد دلوقتي بقاله شهرين في كوما. يا مدام سهير دي كوما تصنيفها 3، يعني مش سهله، بس ان شاء الله هيقوم منها. انا مش قلقان من الكسور ولا خلل الركبه، انا بس خايف الوظائف المخ ما تستجيبش لما يقوم الكوما. مش فاهمه برضو يا دكتور، يعني هيفضل كده لحد امتى؟ محدش يقدر يحدد، بس الامل في ربنا. زفرد بعد بكره. ولا مالك واقف تعمل ايه عندك؟ معلش يا انجي كنت واقف ولازم اكمل التمرين. طب هتشوفني قبل ما اسافر؟ ولا احنا مش قلنا مفيش كلام مع البنات؟ ها ايه ده اللي وقعك كده؟ شفت كلمتين مع بنتك كعبلوك على وشك؟ امال لما تكبر شويه هتعمل ايه؟ قوم يا عم الرومانسي قوم قوم. يلا 5 لفات زياده. ها اجري يلا بنتك فوق تجري. احنا قلنا نص ساعه جري
بالساعة ونص. هي يا حاج انت تعبت ولا ايه؟ تصدق انت عيل خنيق يا ابني، ده انا كنت اسرع لاعب كرة شراب في مصر، ده انا كنت بلف التراك ده بسرعة زو زو بسرعة ورا بعض، من كتر السرعة كنت بشوف رقم الفانيلا من ورا. تضحك يا عم نوراردو؟ ده مين ده ان شاء الله؟ نوراردو يالا نمرة 9 بتاع البرازيل، انت ما عندكش ثقافة كروية. اسمه رونالدو يا كوتش. لا اسمه نوراردو. ومن عندنا من عابدين كمان يا احمد. انت متاكد ان انا الاهبل؟ امال مين اللعبه اليوم؟ خد ياد يا ابن عم احمد بتاع المطبعه، ياد ركبي واحد مني انا. جوز ولا فرد ولا فرد، فرد ولا جوز، كل اللي يا سيدي يا رب العيال دي بتعرق ايه؟ بصل؟ ايوه اهو. قول لنا هنا يا عيني ليه؟ انت يا نسمة شيكو ما ترد على التليفون، وانا في الطلال يا اخويا ولا ايه؟ ايوه انا الكابتن شيكو رمضان. اهلا اهلا يا فندم. انا ايوه انا شكري رمضان يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ايوه يا فندم بجد مجد اخويا؟ يا فندم الحقيقه مجد اخويا كان كلمني يعني من يومين كده وقال لي يا شيكو تشتغل، قصدي يعني يا شكري تشتغل في الامارات يا شكري؟ قلت له طبعا، هو في حد يطول لي اشتغل في الشارقه؟ ايوه يا فندم العادي عادي. ما تخلص شويه يا وليا، عايزين نسمع الراجل. ايوه يا فندم العادي. ايوه يا فندم كم؟ اصل مش سامع يا فندم الصوت يا فندم. كم يا فندم؟ احنا مش قلنا توطي صدرك وانت بتشوط؟ انت مش هتمشي وتسيبني؟ مالكش دعوه بيا بقى يا مالك، افهمني، ما انت عارف ظروفي. هقول لك ايه بس، بكره تفهم يا كوتش. هتوحشني يا كوتش. عايزك ترفع راسي، عايزهم يشاوروا عليا ولا في الامارات يقولوا هو الكابتن شيكو اللي بيدرب ملك الخليل، عشان تفضل فوق يا مالك لازم تبعد عن ثلاث حاجات، السجاير والخمره والثالثه بقى النسوان. عارف يا كوتش، ما تقلقش عليا. هتوحشني يالا، اشوفك على خير. عارف اذا كان ربنا عمل فيه كده عشان يعاقبه هو ولا يعاقبنا انا. خلي املك في ربنا كبير يا استاذ احمد. بس مالك بيروح مني يا كابتن؟ تشرع يا استاذ احمد، ما تقولش كده، الواد مالك راجل وما يقعش لما يقوم واقف، وانت مش عارف ابنك ولا ايه؟ اطمن ان شاء الله يقوم بالسلامه. في ألم هنا؟ لا. طب هنا؟ طمنا يا دكتور. انا جيت بس اتاكد لان الاشعه بينت في الاول ان عظمه التئم. الحقيقه انا كنت في الاول شاكك بسبب قصر المده، لكن واضح ان عظمه من النوع اللي بيلم بسرعه، عظم حصان. الله اكبر. حط الشاي هنا يا مالك. اسمع يا مالك، احمد ربنا ان المره دي عدت على خير وقمت بالسلامه، لكن من النهارده مفيش لعب كوره تاني. يا بابا انا خلاص بقيت كويس، وبعدين انا عندي ماتش نهائي بعد اسبوعين. الحمد لله. يا ابني ركز في مذاكرتك، بلاش كوره ووجع الدماغ ده، الكوره مش هتنفعك والموضوع ده مش هنتناقش فيه مره تانية، فاهم؟ حوالي ربع ساعة. كام؟ 0-0. العب راجل عليك.
التمرين دلوقتي. ازاي دي؟ ايه دي؟ ماتش السويد ورومانيا كاس العالم 94. ده الجول اللي جابه توماس برولين صح؟ اللي انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، لعيب موهوب زيك ما بيلعبش في نادي لغايه دلوقتي ازاي؟ طب ما انا بلعب في اسكو. في اسكو؟ يا راجل. جالي فرصه العب في الاسماعيلي بس ما كانش ينفع اسافر. ما ينفعش ليه؟ اصل انا بصراحه كده تقريبا بلعب من ورا ابويا. ابوك؟ طيب لما تبقى تعرف تحل مشاكلك مع ابوك وتقدر تسافر بكلمني. اسافر فين؟ اوروبا. مين الراجل ده؟ تعرفين يا ملك؟ هو انا قلت حاجه تضحك ولا ايه؟ الله يرحم، ده انت كنت قطه مغمضه. هو احنا نعرف بعض قبل كده؟ دي انجي يا هبل. انجي مين؟ ليه هو انت عرفت كم انجي؟ مش ممكن. انجي انجي؟ انجي عارفه؟ لا 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 بتشتغلوني. طب لو انت انجي بجد كنت بتقولي ليه واحنا صغيرين؟ مش فاكره يا لوكا. انجي يخرب بيت عقلك. لسه قاعد يا ريس؟ هروح فين يعني؟ الحاج عبد الحميد اللي جنبنا بيدور على مخزن، ما تبيعه، ما تشتري دماغك وكده ولا كده المكان ده هيتكهن. المطبعه دي كان بتطبع منشورات ايام الانجليز، عايزنا نبيعها مخزن لعبد الحميد، عبد الحميد ده ابوه كان شغال مرمطون عند ابويا. انا قلت هي حاجه تفك الزنقه وخلاص. الزنقه هتتفك غصب عنك وعن عبد الحميد بتاعك. اشوف وشك بخير يا ريس. ازيك يا انجي؟ الحمد لله ربنا يخليك يا عم. حضرتك شكلك تعبان، مش عايز تروح واحنا نفضل معاك؟ يا سهير طلبت منك تمشيني؟ والله ابدا، انا بس شايفه حضرتك مرهق، والله ما اقصد. ايه ده؟ انت اتخطبت يا انجي؟ مبروك يا بنتي. انجي افندم، ممكن اديك حاجه توصليها الملك لما يفوق؟ طبعا يا عم يامور.
الاخر انا عايز اجيب حاجه الملك من زمان وما كنتش عارف اجيب لها ايه، وعرفت من ماما انها نفسها في حاجه ده، فقلت طالما انا محوشت قرشين انزل ابص على حاجه قبل دوشه الامتحانات. ايه مالك؟ لا ابدا. خلاص انا عرفت انت ممكن تجيب لها ايه. تعالى. يبقى 660 جنيه. طب عشان خاطرنا ده احنا اول مره نجيلك. والله ده اكتر حاجه اقدر اعملها، ده عشان خاطر المدام بس. طب معلش تدينا دقيقه بس لو سمحت. بقول لك ايه، انا معايا ممكن اكمل. بقول لك ايه، خلي فلوسك معاك انا هتصرف. لوكا انت بتفكر تعمل ايه بعد النتيجه ما تطلع؟ بفكر افتح عياده واشتغل دكتور سنان. لا بتكلم جد. يعني هعمل ايه يا انجي؟ هلعب كوره. طب هتلعب فين؟ ممكن مانشستر، برشلونه، الارسنال، بني عبيد. طب وعم احمد هتعمل فيه؟ مش عارف، اكيد الموضوع مش هيبقى سهل بس هحاول اقنعه. وانت؟ انا بقى عايزه اشتغل مضيفه، عايزه الف العالم. والله شكلك هتشحططينا وراكي، ده انا مصدقت انك رجعتي. يعني هتتضايق لو انا سافرت تاني؟ لا مش هتضايق، بس على شرط تسافري معايا لما احترف كوره. كان عندي امل انك تجيب امتياز او على الاقل جيد جدا. يلا احمد ربنا انك هتشتغل معايا مش مع حد غريب. الو، عاوز مين حضرتك؟ لا والله رقم بعد. انا عايزك تشد حيلك معايا في الشغل يا مالك، عايزك تشيل عني الحمل تقيل. حكم الشغلانه بتاعتنا دي يا ابني وجع دماغ، كل يوم والتاني هتلاقي العمال جايين لك، اللي عايز علاوه واللي محتاج اجازه وضع عشان مراته بتولد واللي مضيعه انتخه. يا بابا مطبعه ايه بس؟ ما حضرتك عارف ان المطبعه ايه؟ مالها المطبعه؟ ملهاش، بس انا بصراحه في حد عرض عليا احترف في اوروبا والمفروض اقابله عشان اتفق معاه. اوروبا مره واحده؟ ده ايه العظمه دي كلها؟ ويطلع مين بقى النصاب ابن النصابين ده؟ وشافك بتلعب فين ان شاء الله؟ يا بابا نصاب ايه؟ ده يوسف نبيل ده كل لعيبه مصر بتحفى وراه، ده الحمد لله انه عبرني اصلا. مش هتشوفه تاني يا مالك، ولا هتتصل بيه من اساسه. انا قلت لك 100 مره قبل كده، موضوع الكوره ده تشيله من دماغك خالص. يا ابني احمد ربنا انك اتخرجت ولقيت شغلانه مستنياك، ركز في مستقبلك، كنت ايه وزفت ايه؟ بالراحه عليه شويه يا احمد، خلينا نفرح بيهم. بص بقى انا ما لقيتش ماسك بالظبط يعني، بس هي هتعجبك ان شاء الله. هي ايه دي؟ دي. لا 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 بتهزري، دي الاصليه؟ ايوه. لايقه عليك قوي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ غمضي انت بقى. ليه؟ يا ستي غمضي بس. اهو. يلا. ثانية واحدة. طب يلا. فتحي. ايه دي؟ حلوة قوي. تجنن تجنن تجنن. حلوة قوي يا مالك. بس انت جبت الفلوس دي منين؟ كنت محوش لي قرشين. قرشين؟ ولا بعت الجزمه اللي خدتها في البطوله؟ الجزمه؟ الجزمه؟ الجزمه يا مالك اللي نزلت بيها امبارح ورجعت من غيرها. ليه بس كده يا مالك؟ انا جايبه لك التيشيرت ده عشان يبقى هو الجزمه لاقيين على بعض، تقوم تبيعها؟ يعني مستكتره عليا اجيب لك هديه مره واحده في حياتي؟ ربنا يخليك ليا يا رب. طب يلا، يلا نطلع نكلم يوسف نبيل بتاعك ده. طب وبابا هنعمل فيه ايه؟ بابا خرج، يلا مستنيه، يلا يلا يلا. 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 مش عارف ليه مش قادر استوعب ان حاجه زي كده ممكن تحصل.
بكره تشوف وتفتكر كلامي، بس لما تكبر وتبقى نجم ما تنسناش وتتنك علينا. ده انا اتنك على الدنيا كلها وما اتنكش عليك انت. طب وانجي ناوي تحلق لها زي ما كنت بتعمل وانت صغير؟ اديك قلتي كنت صغير ومش فاكر. ودلوقتي ربنا يسهل، بس لما تشوف موضوع اوروبا ده هيرسى على ايه. هتقابل الراجل ده امتى؟ الجمعه بعد الصلاه. شكري رمضان. عمر يا ساتر يا رب، الف سلامة ليك. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ طب انت هتصاحبني ولا ايه؟ مقبولة منك يا عمر. الله كمان عمر حاف كده، مفيش كابتن. زي ما انت يا كابتن عمر، لسه ما اتغيرتش. بس احنا بقى اللي اتغيرنا ونضفنا وبقينا بنعرف نلبس بدل. ماشي يا سيدي، الله يرحم ايام اسكو. ماشي يا عم، الله يسامحك. ألف حمد لله على سلامتك يا كابتن عمر. ألف سلامة ليك يا نجم. ربنا يخلي مالك. اللي راح ختمك من فين الإزازة يا سهير؟ أنت هتشرب قبل الصلاة؟ بدل ما تخطف رجلك للجامع وتصلي لك ركعتين؟ وأنت مال أهلك أنت؟ ها؟ مال أهلك أنت؟ خلاص هتعملي لي فيها وعظة؟ سيبنا لك الجنة يا ستي. أنا ما بحبش النجاسة في بيتي. نجاسة؟ هي حصلت. أنا مش هتنيها تاني يا سهير. وديني وما أعبط. لو ما طلعت من الإزازة دلوقتي بكون مرمى لك وشيلك. فين الإزازة؟ أوعى تسالك دعوة. فين الإزازة؟ ألو، أيوة مين؟ يوسف نبيل؟ لا هو مش موجود. إيه؟ ما بلغوا إنك بتأكد الميعاد؟ مالك بطل كورة خلاص، ويا ريت ما تتصلش هنا تاني. سلام. امسك. ليه يا بابا عملت كده؟ قلت لك 100 مرة تشيل موضوع الكورة ده من دماغك خالص. انت هتشتغل معايا في المطبعة. انت فاكر حد مصدق ان المطبعة دي شغالة ولا هيقوم لها هم اصلا؟ ما احنا عارفين انك بتروح تقرا الجرايد وترجع وقاليها لي شغال. سيبني بقى مرة اعمل الحاجة اللي بحبها يا اخي. اخي يا زفني يا ابن الكلب. اوعي احمد، اوعي بقول لك. عشان لو خرجت من باب البيت مش هتهوم هنا تاني. تعالى هنا. اوعي ارجع. حرام عليك يا بابا، ده طول عمره بيحلم يبقى لعيب كورة، وبعدين ده ما نمشي من امبارح وقعد مستني الميعاد ده. ما تسيبه يسافر مش يمكن يبقى حاجة. خلصي يا ابن الكلب. امشي يا بابا، امشي يا بابا. اوعي خش على اوضتي كمان. تعالى هنا. انت مالك؟ عامل كده؟ حرام عليك وحرام عليك. استر يا رب، استر يا رب. استنى يا مالك، يا مالك استنى. استنى مالك، استنى. استنى يا مالك، يا مالك استنى.
من المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وسايب امك واختك لوحدهم مش عيب يا اخي؟ فوق بقى فوق، عايز تعمل فينا اكتر من اللي عملته؟ كفايه لحد كده بقى يا اخي، ضيعتنا وانت انت في داهيه، كفايه كفايه بقى. هبعت لك المصروف كل اول شهر، ولو عاوزت اي حاجه كلميني، انا لقيت مطرح على قدي يعني. اشوف وشك بخير يا سهير. خلي مالك يسأل على ابوه. مش عارفه ارد لك جمايلك دي ازاي يا حبيبتي. ما تقوليش كده يا طنط. مالك مالك؟ انا امك يا حبيبي. مالك مالك؟ انت شايف ايدي؟ مالك؟ انا انجي.
كابتن مالك فاق. اصحى نايم وحد الدايم، اصحى نايم وحد الدايم. يلا يا حبيبي كل عشان تعرف تصوم بكرة، ده انت هفتان. طب حتى عشان تعرف تلعب كرة تاني. أول ما طلع جواز السفر هعمل عمرة في العشر أيام الأواخر، أنا وإنجي وعمك محمود وطنطك نبيلة. ما تيجي معانا، يمكن ربنا يفك دقتك. اسلم على امك، خليني اسافر وانا مطمنه عليك يا ابني. استنى طنط انا هخرج وراك يا حبيبتي. انا هخرج. مالك؟ افتح الباب. مالك؟ طب مفيش دعوه، عاوزني ادعيها الملك. طب عشان خاطري انا يا مالك. مالك كفايه اللي انت بتعمله فينا ده، والله حرام. لا اله الا الله. عارف دي مين يا مالك؟ مالك انا مين؟ عارفني ولا مش عارف؟ الحمد لله على السلامة يا بطل. لوك مالك، الحمد لله على السلامة يا مالك. ألف سلامة ليك يا حبيبي. راح عليك. طيب كمان راح عليك. مالك فاق يا دكتور؟ مالك فاق؟ الحمد لله على السلامة يا مالك. يا أستاذ ممنوع كده، ممنوع. مالك فاق يا دكتور؟ ده أنا اللي مدربه. لوك أنت كويس؟ اخبارك ايه يا عم احمد؟ تمام، بس الولا مالك مغلبني شويه، منشف دماغه قوي في حكايه الكوره دي. قال ايه؟ عايز يسافر يلعب في اوروبا. اوروبا فين واحنا فين؟ كان نفسي يجي يقف معاه في المطبعه. هو المفروض هو اللي هيمسكها من بعدي، لكن ملك بسم الله ما شاء الله ما تكسرليش كلمه ابدا. وملك بقى عندها قد ايه؟ دي بقت عروسه، عشان كده انا بفكر اوضب الشقه، عشان لما اهل العريس يجوا يخطبوها تبقى حاجه تشرف كده، ولا ايه؟ ربنا يفرحك بيها ويخليها لك. خليها لي ازاي؟ ده رحمها مني. هات سجاير عوض. Thank you.
الدكتور قال لك اني هرجع امتى؟ مالك سكت ليه؟ هو انا مش هلعب كوره تاني ولا ايه؟ مش هتلعب ازاي؟ ايه يا كابتن؟ ان شاء الله هتلعب وهتبقى احسن من الاول كمان. امتى؟ قريب قوي. ايوه قريب قوي، ده اللي هو امتى؟ هلحق التصفيات ولا مش هلحق؟ يا عم هتلحق، مالك يا كوتش مستعجل قوي كده ليه؟ انت لسه فايق ببالكش 24 ساعة. نجم مصر، الحمد لله على السلامة. اتفضل يا كابتن. خير؟ مالك انت كمان؟ ايه اللي جرالك؟ عادي عادي، ما تاخدش بالك. حادثة بسيطة. بس مش غلطته يا كابتن مالك. غلطة الحيطة اللي جت وقفت قدامه. عمان يا نجم، أنا واقف بره مستنيك، لو عوزت أي حاجة قول لي. واقف جنب الحيطة. طمني عليك. أهو زي ما أنت شايف. شد حيلك، ولا يهمك. قالوا لك هترجع أنت. الكابتن لسه قايل ان انا هلحق التصفيات ان شاء الله. شيكو قال لك كده؟ اه ليه؟ فعلا يا اخي الواحد المفروض ما ياخدش بكلام الجرايد. فعلا كلام ايه؟ اصل شيكو بيقول لك شهرين، والكلام المكتوب في الجرنان حاجه تانية خالص. عوده مالك بعد سنه او اكثر، التقرير الطبي لمالك يصيب حسن شحاته بالاحباط. قله ادب والله، قله ادب صحيح بجد. ده حتى الكلام ده لو مظبوط المفروض ما يتكتبش. انا الواد الصحفي ده انا عارفه، واد واطي فعلا. انا ليا كلام معاه يا اخي. انت مش ناقص. تاكل؟ استنى استنى يا ريس، بتعمل ايه؟ سيبه يا مالك سيبه. اتفضلي يا حاج. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ بتبيعي في العفش؟ دي قطة السفرة، ما قعدناش بنقعد عليها، كانت زحمة الدنيا على الفاضي، قلتها أحسن. زعلانة عليها قوي. كنت هعمل إيه يعني؟ عندك حل تاني؟ أبوك وبطل يبعت فلوس. يا ستي كنت قولي لي أنا أتصرف. هتتصرف إزاي بس؟ أنت عارف إحنا بقالنا قد إيه على الحال ده يا ابني؟ سنة ونص. أنا كبرت وتعبت، كل ما بشوفك قاعد تحرق في نفسك بتعب أكتر. كابتن مالك، عاش من شافك. ازيك يا عمرك؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ الحمد لله على السلامة. مالك بتفكر في حاجه معينه؟ Oh,
قدك يا عم، ابطال افريقيا وهداف البطوله، قبل احسن لاعب في افريقيا. مش للدرجه دي. طب هداف البطوله ماشي، انما احسن لاعب في افريقيا دي واسعه شويه. ده بوتريكا ما خدهاش. لا خلي عندك ثقه في نفسك شويه، انت عندك مقومات مش بس تبقى احسن لاعب في افريقيا، في العالم كمان. دليل اهو عليك طلب والناس عايزاك. علي طلب ايه بس؟ طب سد كلام الجرايد. لا ده مش كلام جرايد، ده فاكس رسمي من اسبانيا. منين؟ زي ما سمعتني من اسبانيا. سرعة الالتئام عند مالك شيء غريب، 3 شهور بس، بص الفرق. مستحيل. بص كابتن مالك، في ضيف لحضرتك. ازيك يا مالك؟ ايه مش عايز ترد على ابوك؟ طول عمري بحاول ابعدك عن الكوره، كنت خايف عليك. لما حصلت لك الحادثه الدكاتره قالوا مالك لو فاق دي تبقى معجزه، تحسس ان ربنا مش هيكسبني، وقلت لو اقومك منها بالسلامه انا مش هرجع للشرب تاني. اطفي النور يا دعاء عشان عايز انام. بقول لك اطفي النور. ايه ده؟ صحيتك؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ ما طبعا عاجبني، بس انت عملتي كل ده امتى؟ ايه وانت نايم صباح الفل؟ هو النهارده قافله ايه؟ النهارده السبت. يلا عشان تفتح. بكره لحد 15 مارس. خايف ما الحقش اقول لك كل سنه وانت طيبه قبل اي حد. اول حاجه من دلوقتي كل سنه وانت طيبه. شكله كده سك عليها. يلا يا سهيره عشان نطفي الشمع. ثواني اما اجرب اكلمه. يلا يا جماعه مش هنستنى حد، هات يا ماما. يا ستي والله العظيم ما نسيتش عيد ميلادك. مالك زمان لما كنت باجي لك التمرين كنت تيجي تقف معايا عند الخط، تقعد تتكلم معايا، كنت بتلعب عين على الملعب وعين عليا. دلوقتي احنا كبرنا والخط اللي بيننا اللي كان صغير بقى قد كده. مالك لو سمحت لازم تحدد موقفك. انا جالي عقد احتراف بره، المفروض اسافر بعد بكره. مبروك. يا راجل ده كلام، حد يسيب الجمال ده كله ويمشي؟ الدنيا بدات تمطر اهي والجو هيبقى رومانتيكي على الاخر. بذمتك مش كنت تجيب الموزه بتاعتك وتشربوا لكم 2 ليمون هنا احسن؟ ما تحترم نفسك يا ابن انت. يا عم لو طالع من عينك ما تخليش في نفسك، دول بيبقوا متجوزين وبيعملوا اللي ما عملوش مع جوازه. ما بالك بقى لسه مخطوب على كابتن. انت عايز تتربى بقى. سيبي انا اوريك ابن الكلب يا وشي. ان ما رجعتكش في كومه تاني ما بقاش انا عمر الصاد. مالك سيبي؟ سيبي ايه؟ ابني هبل زاد نفسه انه بقى نجم. انت خلاص شطبت يا عالمي، يعني تروح تقعد جنب امك. ايه مالك؟ مفيش.
عليا انا. سبحان الله، انا بقالي كتير قوي بلعب في اسكو ومحدش حاسس بيا، وفي ثانيه بقيت بلعب في الاهلي، ودلوقتي اهو بمضي لفالنسيا. مش عايزك تفهمني غلط، بس انا سني مش صغير عشان ابقى مطلوب بالشكل ده، وفي ناس كتير احسن مني، اشمعنى انا؟ عشان انت محظوظ وهتفضل طول عمرك محظوظ، ومهما حاولت تهرب برضه هتلاقي الحظ مناسبك. بص يا مالك، خلي عندك ثقه في نفسك وحط في دماغك حاجه واحده بس، فالنسيا. فالنسيا الانضمام لنادي فالنسيا كان حلم كبير بالنسبه لي. penso che tenere la opportunità di giocare per un club come Valencia ha sido sempre il mio sogno. واعتقد انه شرف لاي لاعب في العالم انه يكون جزء من كيان كبير زي نادي فالنسيا. y creo que para cualquier jugador es un gran honor formar parte del Valencia. ¿Qué crees que te va a aportar la experiencia a ti en el Valencia como jugador? حسب رايك ايه اللي هتضيفه لك تجربه فالنسيا؟ اظن في الوقت الحالي السؤال المفروض يتسال ايه اللي انا هضيفه لفالنسيا مش العكس. La pregunta debería ser qué voy a aportar al Valencia. ¿Cuál es tu mejor cualidad? ¿Qué es más mayzete que la hipcura? Más mayzete en ya hablo español muy bien. Captain Malik, ¿bada el علاج الطبيعي? أيوة يا دكتور. وعمر. لسه يا دكتور. عمر. ايه ده يا عمر؟ دول جم هنا ازاي؟ امال احنا تعبين نفسنا ليه معاك؟ احنا مصدقنا ان ابتديت تقف على رجليك. عايز تهد كل ده؟ خليك انت في مالك بتاعك ومالكش دعوه بيا، انا مش صغير عشان تبقى مسؤول عني. طيب هدى يا صاحبي. يا اخي انت مال اهلك؟ ابعد عني انت كمان! مش عايز حد يا ربي! اطلعوا بره! اطلعوا بره! انا حر نفسي! ان شاء الله حد ولا فيها! انتوا مش بتاخدوا فلوسكم! بره! بره! اخد الحوله؟ ايوه يا دكتور ونايم خلاص. برضه فضل يجي في سيره شيماء دي. طب عايز مراقبه 24 ساعه لتحركات عمر في المستشفى، مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. وانا من بكره اخليه يبدا مع مالك علاج طبيعي، عايزين يشغلوا باي حاجه. بنروح ما تدوسش عليه. كابتن مالك، الحمد لله على السلامه يا كابتن. انا مش مصدق نفسي. الله يسلمك. الف مبروك يا كابتن. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. طول الشمس في ايدك، اوعى الفرصه تفوت. صورة وصوت لسه معاك أيامك، لسه كتير قدامك، بكرة تعيش أحلامك وهتتحدى الموت. عدى الماضي امبارح، لملم حزنه وراح، مهما الليل كان جارح طلع ألف صباح. فيك اسمى وتحدي وعلى عمري عدي، وعشان حلمك وردي الصدريك وفاه، وعشان حلمك وردي لسه طريق والمح قوي.
عمرك جات لك وادي الدنيا جايز لو هتعدي صعب تقابل غيرها جايز لو هتعدي صعب تقابل غيرها وحشتيني يا سهير. فجأة كده؟ لا مش فجأة، أنا من يوم ما خرجت من هنا وأنا بفكر فيك على طول. مبروك السفرة الجديدة. مالك اشتراها، أصل القديمة كانت بتسد نفسه على الأكل، ولو عليه عايز يغير البيت كله عشان بيفكروا بحاجات وحشة. عنده حق، بس أنا خدت جزاتي وزيادة وربنا إن شاء الله تاب عليا. أنا من ساعة ما شفت مالك في المستشفى وأنا بقيت واحد تاني خالص، والشيطان اللي كان راكبني سابني خلاص وشاف له حد غيري. مش ناوية تسامحيني بقى يا سهير؟ Are these your girlfriends in Egypt? Only one. Are you still together? Yes. Malik! وحشتيني يا ماما، وحشتيني يا حبيبي، وانت كمان. ازيك؟ وحشتيني قوي. أنا سبت كل حاجة زي ما هي. طب يلا خش البسي عشان هنبات في الأوتيل. ليه؟ هو البيت ما بقاش قد المقام ولا إيه؟ أنا مش عايز أفتكر البيت ده خالص. وبعدين يلا عشان أفرجك على عروسة. عروسة؟ مزة أوي يا حاجة مش كده؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها ويكفيك شرها. ده أنا جايبها لقطة. دعواتك بقى أجيب الجديدة. ربنا يوسع رزقك. بس دي مطرحين بس. هو في غير انا وانتي؟ انتي عامله ايه صحيح؟ جيت امتى؟ النهارده الصبح.
كلمتك من هناك كتير قوي ما ردتيش عليا. ايه اللي في صباعك ده؟ ردي عليا، دي دبله. انا بكلمك، بصيلي. مالك، انا لازم امشي. لا، هو معسكر المنتخب بكره عشان ورانا ماتش التصفيات. يلا حتى وانا عندي احساس فظيع بالذنب، حاسه ان انا السبب في كل اللي حصل لك. بس بصراحه ما كنتش طايقاك لما انت قلت لي انك مسافر، حسيت ان انا بالنسبه لك ولا حاجه، فاتخطبت علشان اهرب منك زي ما انت بتهرب من مشاكلك في الكوره. بعد الحادثه ما بقتش قادره اضحك على نفسي، ما بقتش قادره. يعني انت دلوقتي مش مخطوبه؟ بس في حاجة تانية عايزة أقولها لك. أنا اتقابلت مضيفة في شركة طيران جديدة في الإمارات. هتعيشي في الإمارات؟ سنة على الأقل. مبروك. في ايه عند جوه؟ بعيد عنك، دي سنوات اخته يا كابتن عمر. وعند اخواتي؟ دول كانوا توأم. الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه، وبيقولوا كمان انها ماتت قصاد عينيه. انت لو تشوف منظره النهارده الصبح كان عامل ازاي؟ قلبك كان اتقطع عليه. تعيش وتفتكر، ما يجيلكش في حاجه وحشه. عمر تعالى، من فضلك يا جماعه سيبونا لوحدنا شويه. من فضلك يا ماما. صدق الله العظيم. تعالى يا عمر اتفضل. رجلك عامله ايه دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايف، 10 مسامير وثلاث شرايح بلاتين، عادي. عارف يا عمر، انا نفسي ابقى زيك كده، ابن موت، ما يهمنيش حاجه ولا حاجه في الدنيا تاثر فيا. ومين قالك ان مفيش حاجه بتاثر فيا؟ هو انا يعني لازم حد يموت لي عشان اتاثر؟ انا ما اقصدش، انا بس عايز اقول ان الموت، الموت مش بايدينا، لكن لما الناس اللي حواليك، اهلك، اصحابك، حبيبتك، يعتبروك ميت، ساعتها الموت بيبقى احسن. تقولش ان نفسك تبقى زيي. انا لا جالي حد من اتحاد الكوره، ولا صحافه عبرتني، ولا جم ناس خبطوا على بابي عشان يزوروني، ولا ليا اهلي واصحاب حواليا.
أنا لسه بسمع بودني صوت 80,000 بيهتفوا باسمي في الاستاد. صافي صافي يا عمر يا صافي. كنت لما أجيب جون كانوا بينطوا من المدرج عشان يبوسوا جزمتي. لما جالي الرباط من 4 سنين كل ده راح فجأة، ولاعيبة كتيرة طلعت مكاني. بس أنا مش ده اللي مضايقني، أنا عارف إن كل لعيب مننا بياخد وقته وبعدين بح. أنا اللي هيجنني صحيح بتش اللي كنت هتجوزها، مكلفتش خاطرها وجت سألت عليا يوم واحد هنا في المستشفى. أنا كنت بصرف عليها هي وأهلها. ما تقولش تاني إنك عايز تبقى زيي. عايز تبقى زيي ليه؟ إيه؟ صعبت عليك؟ متبقاش عبيط زيي. لسه حواليك ناس كتيرة بيحبوك. عارفه اني هلاقيك هنا. خلاص مسافره؟ تعرفي انا طول عمري الحاجات بتجيلي وبتروح وعمري ما ندمت على حاجه، بس المره دي حاسس اني لو سبتك تسافري هندم طول عمري. لو قلت لك اني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك برضه هتسافري؟ كابتن هشام يا كابتن، تفتكر كابتن حسن ممكن يغامر ويلاعب مالك؟ احتمال ضعيف، ماتش الجزائر ماتش مصيري ومالك لسه مش جاهز، ده غير انه جاله انذار رسمي من فالنسيا انه لو لعب مع المنتخب قبل ما يكمل فتره اعداده هناك هتقع عليه عقوبات وصلهم ان هم ممكن يستغنوا عنه في دقيقه. هو انت بجد ناوي تلعب الماتش ولا ايه؟ يا رب. جرايه يا مالك، انت نسيت كل اللي وصلت له في اوروبا؟ خلاص نسيت حلمك؟ عمري ما نسيت. انا بحلم بكاس العالم من وانا عندي 10 سنين. لو جات لي فرصه افرح الناس لو حتى هلعب دقيقه يبقى ساعتها طز في اوروبا. النهارده مصر في موقف صعب جدا جدا واللقاء حساس جدا جدا. ليه؟ عشان الجزائر النهارده جايه وبتلعبنا وزياده نقطه، مصر 10 نقاط والجزائر 11 نقطه، يعني التعادل لصالح الجزائر. لازم ان شاء الله النهارده مصر تفوز عشان تصل الى نهائي كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا. مصر احنا
حسن شحاتة أعلن إنه هيعمل مفاجأة كبيرة في تشكيل الـ 18 لعيب. مالك الخليلي ضمن الـ 18 لعيب اللي أعلن عنهم حسن شحاتة في لقاء النهاردة. أدي المنظر الجميل والإقبال الجماهيري وأيضا فريقنا اللي بيسخن، وأدي مين؟ عزيز بن حلي نجم الجزائر. الله يكون في عون حسن شحاتة. النهاردة مطلوب منه انه يبقى فيه دفاع قوي وهجوم اقوى، لان احنا عارفين طبعا الجزائر جاية والتعادل لصالحها. بدأ فريق الجزائر نشوفه في نص ملعب مصر لأول مرة، هجمة من ناحية الشمال عن طريق سيد معوض، ويبدو انه بيفكر يشوط. وشاط يا بجوار الأيمن مباشرة. ضربة حرة مباشرة للمنتخب المصري من ناحية اليمين. الكل بيترقب الكورة، والدقيقة 31 وداخل منطقة الجزاء، كل واحد ماسك واحد، واترفعت الكورة عالية واحدة من سيد الله. الله، انفجر استاد القاهرة، انفجر استاد القاهرة. مالك هاري نفسه، مالك ومجهود كبير عمله وخطف الكرة.
الكوره وعدى وماشي وماشي وعدى الثاني وماشي وعدى المطره وخد فاول وعطله من خلف واستخدمه انذار ثاني وكان واخد انذار اول عزيز بن حلي محرز هدف الجزائر. مباشرة لمصر على حدود المنطقة ومن حتة حلوة قوي قوي قوي. يا رب يا رب يا رب يا رب. اخص عليك يا قائم، اخص عليك يا حظ. الجزائر بتهاجم يعني كمان طمعت في اللقاء انما احمد السيد يقطع وتروح لاحمد فتحي اللي يلعبها لاحمد حسن يلعبها لمالك